إلى القصر بهالتقرير. استاذ كارلوس مرحبا. كيفك؟ كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. شكرا للدعوة. يعني بالعكس أنا مصر وأخيرا حلو كثير. تعرف هيدي أمنيتي أنا وطفل؟ لما رممت البيت بس حفظت على الرصاص لأنه هذا جزء من تاريخ البيت. هذا أول بيت يعني بعده لا يزال محفوظ، بيت رئاسي بلبنان. نعم، لأنه قبل ما كان في بيت رسمي لل كل الفرش هو من أيام إيميل قدي. في كتير أشياء مثلا الكراسة هني ستيل أغ ديكو. هيدا بعتقد إذا هي بتذكر كمان الأرشيتكتور اللبنانية التقليدية، وين عندك صالون بالنص وعندك غرف داير من دير من دار. أنا مصر إنه هاي الناس تعرف إنه هالبيت ما إجا من ورا الرئاسة. مع الشجرة تقليديا كل عمرها هون تنحط. كل عمرها هون. هيدا المكتب الرئيس، الفرش هو ذاته. والكتب من وقتها أو؟ الكتب فوق من وقتها. هاي اللوحة فنان لرسام اسمه جاك فايون. هون بهالغرفة السفير دين براون جا قبل ريمون قدي. في كان في بهديك الايام قصف، وفي قوصوا هون قريب اجى صاروخه وشيء هون. بيقوم دين براون بيفوز بينبطح. بتعرف الامريكان معودين على عم بيعملوا لهم تمارين وعم بيضلوا رشوبات. وهي كان هالقصه كان ريمو ايديك يحب يخبرها. هاي الأوضة تغيرت شوي، هاي الموبيليا كانت فوق نزلتها. هون كان صالون كانوا يلعبوا بريدج. جدي كان لعيب كبير بريدج. وهون كان يجي يلعب سبيرز معه ورا بريدج، لأن كمان سبيرز كان يلعب منيح. صورة شارل دوغول فيها عبارة لكتب لإيميل قدي. هيدا صالون، هاي الموبيلية ستي تبقى من بيت فودا أكتر ويكندز. هيدا المراية كانت من وقتها كانت مراية. لا كانت هيدا دايما كان بيت العيلة قبل ما يكون بيت سياسي. كيف انا هون ببين تحت كتير حلو. هيدا الصالون تبع العيلة. هي هون كانت اوضة ايميل قدي. هونيك السوق، وهونيك اوضة ريمون قدي عشمال. العفو الخشب هو متع ايام ريمون قدي. وهي اصغر اوضة بالبيت. السبب ليه نقى ريمون قدي اصغر اوضة وهالاوضة، لانه في درج سيرفيس هون ليقدر يطلع ويفوت من الباب كل ما حدا يحاسبه. طيب انا بدي اشكرك، ميرسي كثير، شكرا على الفرصه اللي اعطيتنا اياها. بالعكس، انا كثير مبسوط انه اولا جيت وعزمتني على الحلقه، و
وانه كان هالبيت يعنيك كطفل، ولا قدرت. وان شاء الله دايما عامر بوجودك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. هيدي واخي.